نبدأ من زيارة وزير خارجية المهمة جدا إلى العراق اليوم. ماذا تعني هذه الزيارة والرسائل التي خرجت من زيارة وزير خارجية إلى العراق؟ هي بالطبع زي ما سيادتك أشرت، هي زيارة هامة للغاية من حيث التوقيت ومن حيث الرسالة التي يحملها السيد وزير الخارجية إلى المسؤولين في العراق. من حيث التوقيت بالطبع، بعد أن حقق الجيش العراقي انتصارات كبيرة في الموصل وتمكن من دحر تنظيم داعش الإرهابي، فكان من المهم أن تظهر مصر تضامنها ودعمها للعراق في حربه ضد الإرهاب ووقوفها إلى جانب العراق في هذا التوقيت. من حيث الرسالة ومضمونها بالطبع، رغم قصر مدة الزيارة إلى أن السيد وزير الخارجية التقى خلالها مع جميع القيادات السياسية في العراق، التقى مع الرئيس العراقي، مع نواب الرئيس العراقي الثلاث، التقى مع وزير الخارجية، التقى مع رئيس مجلس النواب العراقي. كل هذه اللقاءات أكد فيها السيد وزير الخارجية على الاهتمام مصر بتعزيز علاقتها مع العراق وتضامنها مع العراق ودعمها للعراق. أيضا تم عقد جولة الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية التي تم خلالها الإعداد للجنة المشتركة والتي سوف تنعقد على مستوى رئيسي وزراء البلدين في شهر أغسطس القادم في بغداد، وسوف تشمل جوانب كثيرة من مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري. أكدنا أيضا على اهتمام مصر وحرصها على المشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وبرامج إعادة إعمار العراق، أيضا في الدعم من حيث الدعم الكوادر العراقية سواء الجيش العراقي أو الشرطة العراقية أو الكوادر الحكومية، ورغبة مصر في المشاركة في برامج التدريب للكوادر العراقية، وبالإضافة بالطبع إلى مناقشة الوضع الإقليمي. خلال تناول الوضع الإقليمي تم تناول العلاقة مع قطر، وقدم وزير الخارجية شرحا وافيا لرؤية مصر للمواقف القطرية واستمرار دعم قطر للإرهاب وتمسك مصر والدول الأربع العربية الأربع بمطالبها الخاصة التي على قطر أن تلتزم بها، وأنه لا يوجد أي تراجع أو أي مساومة على تلك المطالب. كل هذه كانت محل نقاش مطول بين وزير الخارجية والمسؤولين العراقيين. هل الجانب العراقي له رأي في الموقف بالنسبة لقطر، الإجراءات اللي متاخدة ضد قطر؟ هل كان لهم رد بعد السيد الوزير ما شرح لهم؟ الجانب العراقي كان يدرك جيدا ويتفهم جيدا ما طرحه الوزير الخارجية بشأن المواقف القطرية، وقال في مواقف كثيرة أن العراق اكتوت في مثل تلك الأعمال السلبية من جانب قطر، ولكنه بالطبع أكد على أن على اعتماده على مصر كركيزة أساسية في المنطقة لرأب الخلافات في المنطقة ورأب العلاقات العربية العربية. وجميع من التقى به وزير الخارجية أكدوا على أن مصر هي الشقيق الكبرى للدول العربية، وأنهم يعولون على مصر وعلى حكمة مصر في التعامل مع الدول العربية. النيويورك تايمز ونقلت عنها البي بي سي قالوا أن الدول الأربعة تخلت عن المطالب ال 13 واختزلتها في 6 مبادئ تشمل التزام مكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية وقطع التمويل عن الجماعات ومنعها من